كم سؤال من السوشيال ميديا. يلا عايز اسالك يا اسامه، هو اللي بيقول اهو مش انا، كابتن شوبير، علي معلول كان في حفل دير جيست ولم يتصور مع لعيب الاهلي ولم تعرض صورته على قناه الاهلي وده قلقني، هل معلول خلاص هيمشي ولا هو زعلان؟ يا ريت يا اسامه اسمع الاجابه في برنامج حارس الاهلي دي. لا. عشقه الكيان. لا هاتوا لنا صور علي معلول من الحفل بالظبط، وهاتوا لنا وهو بيستلم الجائزه، وهاتوا لنا وهو بيتكلم، وهاتوا لنا وهو واقف مع وكمان الناس. لما كان بيسلم على الاستاذ طارق قنديل. نعم. والدكتور محمد شوقي ازاي قام ولما شاف علي معلول الاهتمام اللي حصل مع لعيبه النادي الاهلي، شفنا اللقطه دي. لا كان مرحب جدا بعلي معلول، احد اساطير النادي الاهلي، والنادي الاهلي يقدر جدا علي معلول كاحد ابنائه، ده مهم جدا. علي معلول ابن من ابناء الاهلي. اقول لك خبر، اتفضل. ده ايه اللي على الشاشه ده؟ ده علي معلول. انا عايز الاهم من ده دلوقتي، عايز الحفله. ما هم بيعرضوا اهداف في الحفله. ما هي الحفله. ايوه صح. طب ما تعلمنا الصوت بقى. هو واقف، بس احنا كنا عايزين هو بيسلم على ما هنجيبه. لا هنا اهو، ده اهو علي اهو بيستلم جايزته. انا كنت قبلها مسلم عليه. انا بنقول قبل يستلم الجايزه كان بيسلم على. هقول لكم خبر، اتفضل يا كابتن، انه بعد تصريح الكابتن محمد رمضان عندي والذي اغضب علي معلول. ايوه. كابتن محمد رمضان راح لعلي معلول واجتمع مع علي معلول. وضح له الصوره تماما وفهمه الموقف تماما، ولما سالت الكابتن محمد رمضان قال ده دوري، ان انا لو في حاجه مغلوطه عند حد اي حد من الفريق لازم اوضحها له، فبالك انه لعيب بقيمه علي معلول، وبالتالي انا رحت وانا اتكلمت مع علي معلول وانا اوضحت الامر بوضوح لعلي معلول، قلت له كان مرضي، قال لي الدنيا كانت تمام التمام. اول مره حد يسمع الكلام ده. طبعا مش كده؟ ومهم عشان كده ده تاكيد للي انا بقوله، ان الاهلي بيقدر ابنائه بشكل كبير جدا، وعلي معلول ابن من ابناء الاهلي محترف قدر يصل لمكانه كابتن، ربما قليلين في تاريخ النادي الاهلي من المحترفين اللي يوصلوا ليها، وارتباط الجماهير بيهم. مش عيب ان يكون يا رب الكاميرا بس تفضل مع علي لحد ما هيقعد برضه وقاعد مع وسط زملائه لعيبه النادي الاهلي. مش عيب يا كابتن ان يكون في نجوم في النادي الاهلي ورموز في النادي الاهلي ولاعيبه حققت ارقام اسطوريه، وهو اعلى محترف في تاريخ النادي الاهلي حقق ارقام كمساهمه في الاهداف طبعا وعلى مدار السنوات دي، مش عيب ان انت تاخد امتياز اكبر. مش امتياز اكبر مادي، لا، امتياز اكبر في التقدير المعنوي، ان كابتن محمد رمضان بتاريخه يكون حريص ان هو يوضح لك ويصالحك ويوصلك الرساله. اول مره حد بيقول هذا الكلام، ده مهم جدا يا كابتن. وعلى فكره علي معلول يستحق، وسيظل تاريخ علي معلول مع النادي الاهلي استثنائي. مفيش لقطات الاخلاص يا كابتن في مشوار علي معلول مع النادي الاهلي كبيره جدا من اول الاختيار. من الاصابه ده في نهائي افريقيا كانت رجله في الملعب. ناخد